هذا العام ما كاين شي حالات كثيره بزاف، كاين بعض المناطق كيقولوا وقف يوم الحالات، ولكن انا ما بان لي حتى حاجه فسميتو. وبالنسبه للمناطق اللي كيقولوا بحال ما قرينا على بعض الصحف ديال الفيسبوك كيقولوا السخيرات وقعوا حالات بزاف، حنا هنا في المدينه في الرباط ما سمعنا حتى حاجه. نعرف هو اللي كيوقع داك الشيء، هو اللي كيدير داك هو اللي تيدير داك المشكل. كاين بلا ملي تيعلف بالسكاليم، كاين اللي كيعلف بالسكاليم ديال الدجاج. انا هذاك الشيء يكون الانسان متقي الله سبحانه وتعالى، تقيت الله سبحانه وتعالى راه الانسان يخوف الله سبحانه وتعالى، هذا هو اللي كاين. بالنسبه حنايا ما كاينش خضيره، يعني واحد العام كان داز عندنا يعني اللحم خسرات، يعني كذبحنا النهار الاول يعني يلاه كلينا الكبده، الغد ليه بدات كتزرق، لان خصوصا يعني كيعطيو داك الاعلاف بحال داك السكاليم بحال تيعطيو شي مسائل يعني هي اللي كتاثر على اللحم. ولكن هذا العام الحمد لله يعني ما وقعناش هذا المشكل، وتلاقينا يعني جميع مع الناس قال لك اللحم دازت مزيانه، خصوصا اللي دايرين المواد البلايك هادو اللي كيعلقوا في الودنين، يعني ولات واحد المراقبه مقارنه مع العام الاول. هذا العام شويه ما كاينش بزاف بارابور اللي كانت عام الاول شويه، فهمتي. هذا العام شفت في الفيسبوك في اليوتيوب شي حالات، فهمتي، مقارنه مع العام الاول زعما كان هذا العام الحمد لله مزيان. العام من راقبوا هذاك الشيء فهمتي، ما بقاش الاختلالات اللي كانوا شحال هذه فهمتي. ديجا كان العلف ممكن ما كانش يراقبوا العلف، كانوا الكسابه تيعلفوا ما كانوش فهمتي. لكن هذا العام بارابور العام الاول الحمد لله مزيان. هذا العام اخويا لحد الان زعما ما كاينش شي مشكل، من خلال الاصداء ومن خلال الاصدقاء والانتوراج والعائله وداك الشيء، الاغلبيه كلشي دايز مزيان هاد الساعه، ما حتى شي واحد ما علن على شي حاجه شي حاله ولا شي حاجه. ربما هذا العام شويه كاين نتيجه مزيانه، ربما الناس ربما المراقبه ولا التخوف ديال هذوك الناس هذوك المضاربين اللي كانوا هذا، ربما هذا العام شويه كاين شويه هذاك الحزم، شويه الحزم ربما عطى نتيجه، ربما حتى هذاك التكتيف ديال هذوك المراقبه اللي كانت وبان راه كاين الترقيم وكاين هذا المسائل ربما عطى النتيجه ديالو مزيان، لان ملي تكون مراقبه غالبا النتائج راه تكون مزيانه غالبا. ضحيت هذا العام مع عائلتي، حضرت الخمسه اضاحي، ما فيهمش مشكل لا الخضرار في اللحم ولا في الريه ولا شيء من هذا القبيل، ولكن اعتقد بان هذا الامر كيخص شويه ديال الوقت علشان الاعلاميين الصحفيين يشوفوا المستشفيات يديروا احصاء، عادي يمكن يتبين بان كانت هناك مشاكل او ما كانتش هناك مشاكل على الصعيد الوطني. هذا لابد ان الاعلاميين يفحصوا مزيان فهمتي في المستشفيات باش يشوفوا واش هذاك الاعلام المغربي فيما يتعلق بصحه وسلامه المواطن يعني اعطت نتيجه ولا لا.